الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم اليوم ان شاء الله عن الخطايا الامهات او امهات الخطايا. في خطايا، الخطيه الواحده خطيه كبيره تلد مجموعه ضخمه من الخطايا، بحيث لو انتصرنا على هذه الخطيه الام ننتصر على عدد كبير جدا من الخطايا اللي بتولدهم هذه الخطيه. من الخطايا الامهات محبه الذات، الذات باستمرار بتلت خطايا متعدده، والإنسان المتمركز حول ذاته ممكن أن يقع يمكن في كل الخطايا. علشان كده المسيح بيقول من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه من أجلي يجدها. وعشان كده المسيح قال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذات من الخطايا الأمهات. الإنسان من أجل الذات بيقع في حاجات كتير، بيقع في محبة الذات وفي الإعجاب بالذات وفي عبادة الذات وفي مديح الذات وفي الدفاع عن الذات وفي أولوية الذات وفي تغطية الذات وفي إشباع الذات، حاجات كتير. فمثلا يحب ذاته ويهتم بأولوية ذاته، يعني ان هو يبقى الاول والمتقدم والظاهر، بيتعب نفسه وبيتعب الاخرين معاه. بينما المسيح بيقول خذ المتكئ الاخير، والرسول بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. لكن اللي بيحب ذاته عايز ذاته تتصدر وتتقدم، يمكن يقاطع غيره عشان يتكلم هو، او يخفي غيره لكي يظهر هو، او يزيح غيره من الطريق علشان هو يشتغل بداله. كل ده سببه الذات هي اللي بتشتغل. او انسان يقع في حشر الذات، يحشر ذاته في كل حاجة، زي إنسان متطفل يحب يخش في كل حاجة ويعرف كل حاجة ويتدخل في كل حاجة ويحشر أنفه في كل حاجة. ده جايز الحشرة سموها حشرة عشان بتحشر نفسها في كل حاجة، بتحشر أكل تحشر نفسها فيه، الشرب تحشر نفسها فيه، وش واحد تحشر نفسه فيه، ملابس واحد تحشر نفسها فيه، حشر. ففي انسان يسموه حشري، ده حشري غير الكشري اللي بيكشر باستمرار. الحشري ده يحشر نفسه، متطفل يدخل نفسه في كل حاجة. لو الإنسان بيبعد ذاته ويقول وأنا مالي، ما يتدخلش في شؤون غيره، وإلا هيتعب ويتعب غيره. واللي بيحشر ذاته ده يحب يعرف أسرار الناس ويحب يتاجر بأسرار الناس ويحب يزيع أسرار الناس، ده ذاته عايز يوري إن هو عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. تقول له عارف فلان، يقول لك اه
مش فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا عارفه قوي، مش فلان اللي اصطدم بكذا وكذا وكذا عارفه، مش فلان اللي اتخانق، مش فلان اللي ظبطوه في الموضوع الفلاني عارف كل حاجة. المعرفة اللي تضره وتضر غيره دي مسألة حشر الذات، حشر الذات فيما لا يلي لا يناسبها وفيما ليس لها. اللي واقع في حكاية الذات جايز يخش أيضا في الدفاع عن الذات وفي تبرير الذات، مهما عمل من خطأ يحاول أن يبرره ويحاول أن يدافع عنه ويقول لك فلان ده ابن النوع المقاوح. يعني المقاوح يعني لا يجادل حتى في الأمور الظاهرة والواضحة والتي لا تحتاج إلى مناقشة، يبرر ذاته. وجايز لما يبرر ذاته يلقي بالعيب على غيره ويتهم غيره، وكل ده بسبب الذات. يعني لو الإنسان نجى نفسه من حكاية الذات دي يلاقي نفسه استريح من خطايا عديدة جدا. هو خطية آدم ايه؟ ما كانت الدفاع عن الذات برضه. وخطية حواء خطية بعد خطية يعني، كان برضو الدفاع عن الذات، تبرير الذات. ولذلك في فضيلة يسموها لوم النفس أو لوم الذات. القديس البابا ثوفيلوس مرة زار أب جبل نتريا، جبل المتوحدين، وقال له: ما الذي أتقنتموه أيها الأب في طول هذا الزمان الذي قضيتموه في الوحدة؟ فقال له: صدقني يا أبي، لا يوجد أفضل من أن يأتي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. صدقني يا أبي، لا يوجد أفضل من أن يأتي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. لكن الإنسان اللي بيحب ذاته لا يمكن يلوم ذاته، ولازم يطلع نفسه بريء مهما حصل، ويمكن يخطأ غيره لكي يتبرر هو، وممكن يلقي العيب على غيره علشان يخرج هو من الموضوع سليم. لا، هنا الذات دخل في الموضوع، هنا الذات دخل في الموضوع بمحاولة تبرير الذات أو تغطية الذات. آدم حاول يغطي نفسه بأوراق التين، فربنا قال له ما تنفعش الحكاية دي بتاعت أوراق التين. عشان كده المسيح فيما بعد لعن شجرة التين دي اللي ما عطتش ثمر، حكاية ورق 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 وثمر ما فيش. وقال له التغطية لا تأتي إلا بدم المسيح، عشان كده ذبح له ذبيحة وبجلد الذبيحة غطاه. تغطية الذات أيضا بتجيب خطايا كتير. جايز تجيب الكذب، واحد عشان يغطي ذاته يكذب كذبة، عشان يغطي ذاته ويعمل في الخفاء، يعمل في الظلام، عشان يغطي ذاته ينتحل أعذارا، ويمكن الأعذار تكون أمور ثانوية وضعيفة وملهاش دخل في الموضوع، ويجيب حجج 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 علشان يغطي ذاته. كل دي سببها الذات. سببها ايه؟ الذات. في انسان يهمه اشباع الذات، يشبع ذاته، زي ما سليمان الحكيم قال: عملت لنفسي فراديس وبنيت لنفسي قصور وجبت لنفسي مغنيين ومغنيات، ومهما اشتهت عيناي لم امنحه عنهما. اشباع الذات. وجي في الاخر لقى الكل باطل وقبض الريح. قطعا لو سليمان كان بعيد عن مشكلة الذات
ما كانش لجأ لكل هذه الأمور اللي فيما بعد عرف أنها باطلة. إشباع الذات بطريقة خاطئة أو إشباع الذات بطريقة غير روحية أو إشباع الذات بطريقة مادية أو بطريقة جسدية أو بطريقة حسية. يقول العين لا تشبع من النظر ولا الأذن تشبع من الكلام من السماع ولا اللسان يشبع من الكلام. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. إنسان عايز يشبع نفسه بطريقة خاطئة يعمل كل البدع عشان يشبع نفسه وبعدين يلاقي نفسه مش شبعان. من يشرب من هذا الماء يعطش ولما يعطش يشرب تاني ولما يشرب يعطش والحكاية ما تنتهيش. زي واحد بيشرب مية ملحة. إذا أردت أنك أنت تنجو من كل هذه الخطايا ابعد عن حرب الذات، إلجأ إلى فضيلة إنكار الذات. أنا ما أنا، أنا لست شيئا. تقول لنفسك الكلام، أنا ما أنا، أنا لست شيئا. أنا مالي، ما تخليني في حالي، إيه اللي دخلني في الأمور دي؟ أنا إن كنت شيئا أبقى صورة ربنا. صورة ربنا تاخد العالميات وتشبع من أمور العالم الباطلة، ما تتفقش معاها. اللي بيدور على ذاته ويخش أيضا في التنافس مع الآخرين، يخش في التنافس مع الآخرين لأن ذاته عايزة تاخد النصيب الأكبر، ذاته عايزة تاخد كل الخير. ده ممكن يقع في الحسد أيضا، يقع في الحسد. ليه؟ طب هو فلان أحسن مني وأنا ما أخدش الحكاية دي بداله ليه؟ وليه يعني يحطوه في الحتة دي وما يحطونيش أنا؟ ما الذات مش هتخلص ومش ممكن طبعا يجمع كل حاجة في ذاته. والإنسان اللي يخش في الذات لا يمكن يصل إلى القناعة أبدا، لأن ذاته عايزة تكبر، ذاته عايزة تمتد، ذاته عايزة تتسع، ذاته عايزة تعلو. طب وبعدين؟ لا يشبع أبدا، يخش في الحسد، يخش في التنافس، يتعب نفسيا. هو عايز يريح ذاته فتكون النتيجة ان هو ايه؟ بيتعب ذاته. عايز تستريح من كل هذه الخطايا، خطية واحدة من الخطايا الأمهات هي محبة الذات. وجايز اللي بيحب ذاته يمدح ذاته أو يستجدي مديح الآخرين أو ينقش موضوع كده عشان يمدحوه فيه انبسط. طب وليه يا ابني؟ الذات يعمل ايه؟ وإن ما لقاش حد يمدحه يبتدي يمدح هو روحه. مسألة الذات ما هي خطايا كثيرة ما تنتهيش. واللي بيهتم بذاته يدخل في صراعات عديدة جدا، صراعات مع الآخرين اللي يفتكر انهم بيصطدموا بذاته. طب وتفتكروا ليه المشاكل الزوجية بتحدث؟ لأن كل واحد من الزوجين بيفكر في ذاته ما بيفكرش في الآخرين. هو ترتيب الأمور تكون إزاي؟ الله، الآخرين، ذاتي في الآخر. ولو كلهم اجتمعوا جوه ربنا يبقى كويس. الله جواه الآخرين، جواه ذاتي، يبقى أجد ذاتي في ربنا وأفضل الآخرين على ذاتي
وأجد في محبة الآخرين محبة لله لأنها محبة داخل محبة الله، وأجد فيها إشباع حقيقي لذاتي. هذا الكلام الصح. لكن واحد يحط ذاته في الأول، ده ممكن لو حط ذاته في الأول يصطدم بربنا نفسه. عارفين إزاي؟ أهو ناس من اللي أحبوا الذات وقعوا في الوجودية بإنكار الله. الوجودية يعني إيه؟ يعني وصايا ربنا ما بتخلينيش أخد حريتي وأخد لذتي وأمشي زي ما أنا عايز، فيبقى أقف ضد ربنا عشان ذاتي تاخد حريتها وتاخد لذتها. فعشان كده يقولوا الوجوديون يقولوا إيه؟ خير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا. خير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا. لكن ربنا يقول لي لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، إيه حكايتي دي؟ ما هعمل إيه؟ ما مضيقها علي قوي. واللي يحب ذاته ما يخشش من الباب الضيق. اللي يحب ذاته ما بيخشش من الباب الضيق لان عايز يبسط ذاته. طب ويضيق على روحه ليه؟ ما يمشي من الباب الواسع. طب الباب الواسع يؤدي للهلاك. يقول لك لا، مين اللي قال كده؟ ربنا يقف ضد ربنا. اللي يمشي بذاته يضيع روحه على الاخر. محبة الذات من الخطايا الأمهات التي تلد عديدا من الخطايا ولا تنتهي. ولو الإنسان أراد أن يحارب وضربة واحدة يقضي على الكل، يبقى يضرب حكاية الذات دي. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها. عشان كده نجد إدانة الذات. فكركم الاعتراف هو ايه؟ إدانة الذات. يعني يقف الواحد قصاد ربنا وقصاد الكاهن يقول انا غلطان، انا غلطان، الحكاية دي غلط مني انا. ادي إدانة الذات. لوم الذات، يبكت نفسه على خطية. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. ادي إدانة الذات. قهر الذات، السيطرة على الذات، اللي بيسموها سيلف كنترول. يعني ازاي تضبط نفسك كده، تضبط ذاتك، تخلي ذاتك ممسوكة ماشية بميزان، ماشية في خط معين، لا تمل عنه يمنة ولا يسرة. ضابط نفسك. عشان كده الشخص الفاضل بيحكم نفسه ومش بيحكم غيره. والحكيم قال الذي يحكم نفسه خير ممن يحكم مدينة. تضبط نفسك ضبط كويس. ادي الذات. عشان كده قال من يحب نفسه يهلكها. يعني ايه يهلكها؟ يعني يؤدب ذاته ويلوم ذاته ويقوم ذاته ويضبط ذاته ويوضع لها قيود ما تتعدهاش، وتدريبات لازم تنجح فيها، يدربها، يمرنها، يعاقبها، يلومها، يسيرها في طريق سليم. لكن واحد ذاته تخليه سايب كده بلا قيد، ماشي كده سايب متسيب في الدنيا، دي ما تبقاش ذات. دي لا تبقى ذات ولا لذات، تبقى طياشة وضياع. هذه مسألة الذات اللي تجر الناس إلى خطايا عديدة، خطية من الخطايا الأمهات. إذا كنت بتحب ذاتك نقي ذاتك، طهر ذاتك، لكن مش تعذر ذاتك وتبرر ذاتك. ما هو طريقين، كل واحد بيضيع. تبرر ذاتك هتمشي في الغلط على طول، تلوم ذاتك تبقى تقوم ذاتك، تبقى تؤدب ذاتك، تبقى تعاقب ذاتك،
ادي بقى ايه اللي بيضيع نفسه يجدها. واللي بيحب ذاته لا يطلب يحب ذاته محبة روحية يعني، لا يطلب لها مجدا أرضيا، إنما بلاش مجد على الأرض، يطلب لها مجد فوق. مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك مجدا من الناس لست أقبل. هذا الكلام اللي قاله المسيح. واللي يتخلص من تبرير الذات لا يشكو غيره. في إنسان تلاقيه دائم الشكوى من هذا ومن ذاك، ودائم الملامة لهذا وذاك. ليه؟ لأن شايف إن دول ضده. صدقني لا يوجد حد ضدك إلا ذاتك، هي اللي ضدك، هي اللي مضيعاك. القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمة كويسة جدا، قال لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه. فيش حد يقدر يؤذيك من الخارج أبدا إلا لو كنت أنت بتأذي نفسك. تقول افرض طب واحد شتمني بيأذيني ولا لا؟ أنت اللي بتأذي نفسك. لو كنت من أنت من النوع اللي بيتعب من الشتيمة او حساس نحو الكرامة هتتعب، يبقى اللي بيتعبك نفسك من جوه. غيرك بيشتموا يعني، يعني اما الواحد فين يكون ماشي في شهر امشير وتمر عليه ريح عاصفة مليانة رمل ولا تراب يتخانق مع الريح والرمل والتراب؟ اهي طبعها كده ما يتعبش. ماشي في يوم مطير وهبط عليك المطر تتخانق مع المطر وتقعد تزعق تقول ايه المطر ده؟ طب امسك شمسية، المطر بيعمل لكش حاجة. لا يستطيع احد ان يؤذي انسانا ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه. اللي قلبه من جوه حصن لا ينال مهما جاله خبطات من بره تعملوش حاجة. سهام اضربها في حديد تعمل ايه؟ تتكسر، ما تعملش حاجة عن حديد. يبقى من الخطايا الأمهات خطية محبة الذات، من الخطايا الأمهات خطية الكبرياء، دي من الخطايا الأمهات تجيب أمراض لا تحصى ولا تعد. والكبرياء إما تكون كبرياء في الفكر أو كبرياء في القلب أو كبرياء في الجسد إلى آخره. كبرياء في الفكر زي إنسان يفتكر إن فكره ده أحسن فكر، في كبرياء في الفكر. تلاقي مثل هذا الإنسان عنده صلابة رأي، تحاول تقنعه 20 سنة مفيش فايدة، في كبرياء في الفكر، تصلب في الفكر. في انسان عنده تصلب شرايين لكن تصلب الشرايين ده يضر الجسد، لكن اللي عنده تصلب في افكاره ما يتزحزحش عنها ابدا. كبرياء في الفكر، تلاقي فكره يتعالى. عشان كده الكتاب يقول لا تكن حكيما في عيني نفسك، لا تكن حكيما في عيني نفسك. يقول على فهمك لا تعتمد، وأيضا يقول لا تكن بارا في عيني نفسك. في كبرياء في الفكر وكبرياء في القلب. وفي كبرياء في الجسد. كبرياء في الجسد يعني ايه؟ يعني واحد يقعد منفوخ ويمشي منفوخ، ماشي كده راسم نفسه كده رسم كده معين، مشيته قعدته كلامه نظراته ملامحه فوق، يكلم الناس من فوق.
دي عنجهية في الجسد. في إنسان تلاقيه بسيط في مشيته، بسيط في قعدته، بسيط في إشاراته، بسيط في كلامه. واحد تلاقيه منفوخ، يسموها بالبلد كده منفوخ، وبرضو اسمها نفخة، برضو بالعربي برضو نفخة. ودايما الحاجة المنفوخة بتعطي نفسها حجما فوق حجمها، يعني ما تجيب بالونة كده ولا كرة وتنفخ فيها، بتعطي ذاتها حجم أكبر من حجمها الطبيعي، وكل ما تنفخ فيها يجي وقت تفرقع، بس المهم ما تفرقعش في الآخرين. لكن إنسان منفوخ، والإنسان المتضع تلاقيه متضع. في إنسان عنده كبرياء في كلامه، وإنسان عنده كبرياء في عدم كلامه. إنسان اللي عنده كبرياء في كلامه تلاقي كلامه كده فيه اعتزاز بالذات، اعتزاز بالفكر، وجايز فيه احتقار للآخرين. والتاني اللي عنده كبرياء في عدم كلامه تكلمه ما يردش، يبص لك كده وكأنك مش هنا، يعني كأنك لا تستحق أن يكلمك. فأوعوا تفتكروا الكبرياء في الكلام بس، جايز كبرياء في الكلام وجايز كبرياء في الصمت، لدرجة تقول له كلمني يا أخي، ده ربنا كلم موسى. وهو شايف إن اللي قصاده ما يستحقش إن يكلمه يعني، أو يتكلم بتقل كده، كل كلمة مش تقل يعني وازن الكلام وكلام ثمين، لا يعني كده. في كبرياء في اللسان، كبرياء في الفكر، كبرياء في القلب، كبرياء في الجسد وحركات الجسد. خطية الكبرياء تلت كل هذا، وتلد أيضا خطية الكبرياء العظمة، تلد العظمة، وتلد التعالي على الآخرين واحتقار الآخرين. زي واحد تكلمه يقول لك انت عارف انت بكلم مين، انت عارف انت مين وانا مين. مرة واحد عمل كده وشكالي الشخص اللي قال له انت عارف انت مين وانا مين، قلت له يا اخي كنت تقول له انا وانت شويه تراب ورماد، يعني احنا الاثنين شويه تراب. لكن في واحد ساعات يقول انت عارف انا بكلم مين. الكبرياء تلت تعالي على الاخرين، يكلم الناس من فوق او ما يكلمهمش خالص، يكلم الناس من فوق ويعملهم من فوق. الكبرياء ايضا تعطي عدم الاحتمال، خطية عدم الاحتمال، لان الانسان المتواضع ممكن يحتمل غيره، لكن الانسان المتكبر لا يحتمل اطلاقا، لا يحتمل كلمة نقد، ولا يحتمل توجيها، يمكن ولا يحتمل نصيحة. تقول له يا فلان خليك حكيم، يقول لك ليه هو انا مش حكيم؟ كن قاعد يتكلم يتكلم يتكلم، تقول له خليك ساكت، يقول لك ساكت هو انا يعني مش ساكت؟ هو أنا بكلم غلط؟ ما يحتملش أي كلمة. الإنسان المتكبر أحلامه أعصابه من حرير، مرور النسيم العليل يجرحها، مترفه شديد الحساسية. ليه بقى؟
لأن كل دي بتيجي من الكبرياء. إنسان اللي ما عندوش كبرياء يستمع إليك حتى لو بتنتقد ويكلمك بطريقة موضوعية وما يتعبش. الإنسان الخطية الكبرياء ممكن تجيب المكابرة والمجادلة والملاججة بلا مناسبة، يعني كلمه هات اعتراض، يكلمه هات نقد، يكلمه مش أب... ما فيش. عشان كده الكتاب بيقول ان افعلوا كل شيء بلا ملاججة، من غير ملاججة ولا مكابرة. خطية الكبرياء ممكن تلي خطية المنافسة ايضا. خطية الكبرياء ممكن تلد خصومات بين الناس ونزاعات، كلها بسبب خطية أم. ده ممكن خطية الكبرياء في الأسرة تسبب طلاق، يعني زوجة تقول لزوجها ملاحظة، تقول لها ازاي تكلمي زوجك وتاج راسك بهذا الأسلوب، عمرنا ما شفنا واحدة ست تتكلم راجل بأسلوب ده. كبرياء. كتر خيرهم الستات اللي بيحتملوا كبرياء الرجال بصراحة. جايز الراجل يفتكر انه لما يبقى كبير ولما يشخط وينطر يبقى كبير، ما برضو الكبرياء ممكن تجيب الشخط والنطر. واحد عايز يثبت انه راجل العيلة يخش يحطم كل اللي قصاده، دي غلط ودي غلط، وليه تعملوا كده وليه تكلموا كده، بس يا ولد اسكت، ما فيش فايدة. ولذلك خطية الكبرياء ممكن تجيب الانتهار، ينتهر كل احد. خطية كبرياء. خطية كبرياء ممكن تجيب الهرطقة، لان لو الانسان غلط وقال له انت غلط وصحح غلطته ما يقعش فارتق، لكن اذا كان متكبر وقال لا هيتمسك بالغلط يتحول. خطية الكبرياء ممكن تجيب مشاكل كثيرة جدا. ولذلك كما قلت لكم ان من الخطايا الامهات خطية الذات وخطية الكبرياء. من الخطايا الأمهات أيضا اللي تلد عديد جدا من الخطايا خطية الكراهية. ده خطية الكراهية تجيب خطية الإدانة، تجيب مسك سيرة الناس، تجيب اختراع خطايا للناس مش موجودة فيهم. يعني يمكن اللي يمسك سيرته بيقول اللي حاصل في خطايا الناس أقل من اللي بيخترع لهم خطايا وبيألف لهم خطايا وبينسب لهم عيوب وبيألف عليهم كلام. الكراهية ممكن تجيب حاجات زي كده. الكراهية ممكن تجيب ظن السوء. لما تحب واحد ما تظنش السوء فيه. الكتاب بيقول المحبة لا تظن السوء، لكن اللي يكره يظن السوء، يشك في كل حاجة ويشك شك سيء، لأن مفيش محبة. لما أنت تحب واحد تدافع عنه، لكن لما ما تحبش واحد ما تدافعش، ومش بس ما تدافعش، تفرح بسقوطه. عشان كده الكتاب بيقول المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. يعني كن بتكره واحد يقولوا لك فلان ده وقع في مصيبة، إذا وجدت فرح داخلي عندك بكلمة وقع في مصيبة أعرف أنك أنت بتكرهه. لأن لو أنت بتحبه وقالوا لك فلان وقع في مصيبة تلاقي نفسك التهب قلبك من جهته وقلت إزاي ولازم ننقذه وتفكر في إنقاذ الناس. لكن اللي بيكره بيقع في الحاجات دي. بقول لكم دي خطايا أمهات.
يعني الخطية تلد عديد من الخطايا. الكراهية ممكن تجيب الشتيمة، وممكن تجيب الخناق، وممكن تجيب الضرب، وممكن توصل للقتل. الكراهية، بل إن الكتاب بيقول الذي يبغض أخاه هو قاتل نفس. الذي يبغض أخاه هو قاتل نفس، في رسالة يوحنا الأولى. البغضة، البغضة ممكن توصل إلى الأذية، إن الإنسان يؤذي غيره أو يفرح بالأذية إن جت من بعيد عنه، أو على الأقل لا يدافع عنه إذا أصابته أذية من غيره. شوفوا إيه علاقة الكراهية بالأذية، إما إن هو يؤذي، لا إما لو جت الأذية ليه من حتة تاني ما يدافعش عنه، أو لو جت له الأذية من حتة تاني يفرح فيه. كل دية جاية منين؟ من الكراهية. الكراهية أيضا توصل إلى خطية الشماتة، يشمت في واحد، تكره واحد وبعدين يسقط، تقول ما أعظم عدل الله. زي ما حصل إن شمعي ابن جيرة شمت في داود النبي وقال له حسنا فعل بك الله يا رجل الدماء، جزاك حسب أعمالك. خطية الكراهية ممكن تلد أيضا خطية الخصام والمقاطعة وعدم اللقاء. لا، واحد ما يبعد عن واحد تاني، ما يشوفوش خالص، ونقابله يقابله في جفاء وفي عدم محبة، وإن سلم عليه يسلم عليه في برود، برودة فيش عاطفة، أو في شكلية، أو في رسميات. أهلا وسهلا، ولا قلبه بيقول أهلا ولا بيقول سهلا. كلها خطايا متعددة ممكن تتسبب من خطية واحدة، واللي يكره يقع في حاجة تاني، انه يبعد عن ربنا ومحبته، لان الكتاب بيقول اذا كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. ده جايز واحد يكره واحد يصلي ضده فتصير صلاته خطية، يقول يا رب خد فلان، يا رب نجني من فلان، يا رب سكت ليه على فلان، يا رب مطول بالك ليه على فلان. ده يهيج ربنا عليه، حد يهيج ربنا عليه. يهيجوا عليه بلا سبب. وبرضه خطية الكراهية تهيج ناس على ناس، تقوم ناس على ناس بسبب الكراهية. وخطايا بتلد خطايا. خطية الكراهية بتوجد خطية الغضب السيء، سواء غضب باللسان أو غضب بالفكر أو غضب بالقلب أو غضب باليد أو غضب بالأعصاب. كل دي أنواع من الغضب وسببها الكراهية. يبقى أنت امسك لك كام خطية من الخطايا الأمهات وتخلص منهم، بدل ما تحط لنفسك 20 تدريب حط لنفسك تدريب واحد. كل حاجة تمس ذاتي او تكبير الذات او الدفاع او كل دول
ابعد عن الذات، تلاقي نفسك بعدت عن جمهره من الخطايا. ابعد عن الكبرياء، تلاقي بعدت عن جمهره من الخطايا. ابعد عن الكبرياء، تلاقي بعدت عن جمهره من الخطايا. هذه هي الخطايا الامهات التي تلد العديد من الخطايا. وسعيد هو الانسان اللي يمسك الخطيه من جذورها ويشيلها كلها. اتفضلوا نصلي.